السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله يا ربي تكونوا كلكم بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا في هذا الفيديو ديالي، مرحبا بكم في فيديو جديد. صراحه ان شاء الله من هنا لقدام غادي يكونوا غير روتينات تحفيزيه، الروتينات ديال بصح النيت اللي المعتاد عندي انا بها في القناه. وبالنسبه للبنات اللي كيقولوا لي شاركي معنا وجبات ديال الكوتي ديال الوليدات الصغار وداكشي، ان شاء الله كلشي غادي نقادو معاكم ان شاء الله وبحول الله. راني ما ناسياكمش، ولكن غير الوقت شي شويه ضيق وصافي البنات، فسمحوا لي والله القسم انا راه كنهضر معاكم وكنمونتي هاد لا فيديو هادي، وراه ربي اللي عالم بيا، راني مريضه وعيانه بزاف، فكنتمنى نطولش على البنات اكثر من هكا. شكرا لكم بزاف على كل وحده سولت فيا ودخلت لعندي الانستغرام، شكرا لكم بزاف. بالنسبه للانستغرام ديالي اللي بغات توصل معايا، راه ديما كنخلي لكم في صندوق الوصف. دونك هنايا اليوم فقت بكري يا البنات، نط عجنت الخبيز ديالي كيف ما شفتوا، دابا خليته غير ارتاح باش يجيني ساهل هكا في التكراس. وليت كندير البنات يعني الزرع كومبلي، ما بقيت يعني بالنخاله ديالو ما بقيت كنخلطو لا مع فورس لا مع سبيسيال لا مع حتى شي حاجه، جاني مزيان هكا. وحتى وليداتي وراجلي بغاو ليا هاد الطريقه ديال الخبيز هادي. بالنسبه للحوت انا شرملته ديجا البارح باش نطيبو اليوم، يعني الا ما عندكمش الوقت شرملوه واحد الساعه قبل ولا شي حاجه. ديجا بارطاجيت معكم شحال مره الشرموله ديال هاد الحوت كتجي غزاله بزاف. لتحت فرش غير بصيله هكا مدوره وفرشت هكا خيزو صافي. وفي هاد الاثناء هادي كيف ما قلت لكم غادي نقاد هاد الطاوه هادي ونخشيها في الفران، عاد ديك الساعه نقرص الخبيز ديالي صافي. بالنسبه للخضيره اللي غادي ندير بطاطا والفلفله ومطيشه، وبطبيعه الحال قلت لكم بصله وهذا وخيزو. عرفتي صراحه ما كنديرش فيها، كندير فيها شويه ديال الماء، عرفتي ديك البصله كتجي حلوه غزاله البنات. قلت لكم البنات من الاحسن حيت البصله كتطلق الماء ومطيشه كتطلق الماء والحوت حتى هو كذلك كيطلق الماء، يعني من الاحسن ما ديروش الماء كاع بصفه نهائيه. ولا خفتوا ان يعني تلصق لكم ولا شي حاجه سوا في الطاجين سوا هنايا هكا، ديروا جغيمه يعني عرفتي شنو جغيمه ديال الماء ديروها وصافي. المهم هنايا الطريقه المعتاده عندي انايا بالنسبه للخضره كلها كنديرها في هذه الشرموله هذه ديال الدجاج اللي كتشيط ليا باش هكا كتجي بنينه يا البنات، جربوها راه كتجي غزاله. دونك هنايا صافي وجدت البلا ديالي، غادي نغطي بابي الومنيوم وغادي ندخلو الفران ونجوب باش نقرصو الخبز. هنايا البنات صافي الخبز يعني عطاني الطوع يعني ارتاح، غادي يعني باش يتقرص ليا مزيان. انايا الخبز كنطيبو في الفران ديال الزنقه، كيف ما كتعرفوا انا عندي غير الفران ديال الضو، ما عنديش الفران ديال الغاز. الفران ديال الضو اول حاجه كيستهلك الضو بزاف، ثاني حاجه كيشد الوقت بزاف ماشي بحال ديال الفران ديال البوطه، فجو بريفير يعني طيب في الزنقه احسن. صافي غادي نقرص هاد الخبيزات ديالي وغادي نصيفطهم للفران. دونك اي حاجه غادي نخرجكم معايا، غادي نمشيو للمول، اي حاجه غادي نبارطاجيها معكم في هاد لا فيديو هادي، فخليكم معايا وما تنساونيش من اللايكات ديالكم. شو مسكين اسعد اسعد ولفتمكم صافي. عرفتي شنو مسكين الناس؟ عرفتي علاش؟ عرفتي علاش؟ حيت اول نهار جاو مساكن الناس، اول نهار ديال باش غادي يمشيو ليكول ماشي يقراو ولا شي حاجه، ولكن هذا مشاو داروا التيست باش ان شاء الله اليوم راه الخميس، باش ان شاء الله النهار الاثنين صافي يعني يوجدوا المسائل ديالهم يمشوا بخيط، يعني يمشوا بالشكيرات ديالهم بالكشيبات ديالهم كل شيء ديالهم ان شاء الله. قبيله راه عبدو جاب لهم الشكيكيرات ديالهم، عرفتي غزالين فنين، حتى نشارك معكم داكشي كامل اللي خديت ليهم. دابا غنمشي ناخذ لهم غير واحد السبرديله، نشوف بعدا نشوف لهم شي سبرديله، نشوف لهم شي دو بور ولا شي حاجه، المهم اللي لقيتها انا غادي نشاركها معكم بطبيعه الحال. بالنسبه ليكول راه ديجا وريتكم فين انايا في حي شماع والرساله التربويه، صراحه عندهم نيفو زوين بزاف، واخا ما بين الدخله داكشي كتكون القضيه شويه قاصحه، ولكن ماشي مشكل ما كيهمش. ليسونسيال هو ان النيفو يكون هكا شي شويه، زعما يكون النيفو طالع
دونك مهم خليكم معايا في هاد العشيه هادي. غادي نمشيو لداك الرباط سانتر حيت عبدو. علاش غادي نمشي الرباط سانتر بالضبط؟ حيت عبدو عنده شي غرض غادي يمشي يقضيه عاد غادي يلحق علينا. فداكشي علاش بغيت نبقى انا في الرباط سانتر، يعني اي مكازان شي حاجه كلهم كاينين في هاد الرباط سانتر، بلا ما نبقى نتبلاصه من بلاصه لبلاصه. دونك خليكم معايا، وبطبيعه الحال اللي بانت ليا غادي نبارطاجيها معاكم. عينا بزاف قوم الدور دور دور دور، مازال ما درتش لي مكازان بزاف، يعني على حسب على قد فلوسي على قد جيبي. غير هكا مشيت لكيابي خديت لهم من كيابي، وانا صراحه من النوع اللي صافي كتعجبني الحاجه ما كنبقاش نشوف واحد هاد المكازا ولا حد هاد المكازا، يعني صافي عجبتني واحد الحاجه كنلقى اللاج ديالهم صافي كناخذها. دونك غادي نبداو باول حاجه الشكايط اللي مشخده لهم عندو. خدا الامجد هاد لا كولور هادي بلا تحيد اسف خدا ليهم هادو عرفتي بنات هادو صحاحين انا كطيح ليا هاديك كتعرفوا هاد الماركه هادي بنات صحاحين بروتيجين هنايا، يعني واخا يجروها ما غادي تحرد ما حتى شي حاجه عرفتي فريمون صحيحه صحيحه هنايا حتى الا بغاو بنتي اسعد صافي هنايا تي الا بغاو يهزوها يعني تي الا بغاو يهزوها تي عرفتي دخت هنايا البنات حتى الا بغاو مثلا يهزوها في دارها ولا شي حاجه كاينه هادي كاينين هادو عرفتي وغلاضين على حساب هاد الحديده اللي كاينه هنايا اللي كتطلع وكتهبط. المهم راها زوينه زوينه بزاف، شوفوا الرويضات ديالهم كبيرين صافي ولي تخوص معاهم لي تخوص ها هما واحد البلاصه هنايا عرفتي زوينه بزاف. المهم بغيت نوريكم هنايا هنايا بطبيعه الحال انا ما غاديش نحط لهم البوتي ديالهم والماكله ديالهم، ولكن هاد البلاصه هادي عرفتي كتخلي الحاجه سخونه، هما دايرينها هنايا على حساب البيسي. بالنسبه للثمن ديال هادو هادو دايرين في مرجان
دايرين ب 600 درهم، حنايا خديناهم ب 330 درهم. 330 درهم مي لي تخوص ماشي ديالهم ولكن ماشيين معاهم. لا تخوص خديناها ب 25 درهم. هذه ديال امجد، ها هي ارجع شويه لله. هذه ديال امجد، ديال اسعد، ها هي ما قدرتش نتمسها حق الله. ديال اسعد ها هي جات هكا في هاد لو فير، فيها لو فير وفيها البلو، حتى هي نفس الديزاين نفس الخدمه نفس لا كاليتي نفس الماركه نفس كل شيء. صافي دزنا خدينا قبل ما يحطنا عبدو في الرباط سنتر، مشينا لكارلي. صراحه البنات كارلي هي اللي كناخذ لهم بزاف بزاف الصبيطات ديالهم. علاش؟ اول حاجه يعني عرفتي الصبر ديالهم، عرفتي زعما كي حرتو بهم نيت، عرفتي عرفتي الضرب تتبقى الضرب وكتبقى نقيه، والثمن ديالهم حتى هو زوين ماشي غاليين غاليين. وكل مره تيجيبو شكيلات هكا. هانتوما هادي نفس ديال اسعد نفس ديال امجد، يعني راه اي حاجه وريتها لكم بحال اسعد وامجد. هذه الثمن ديالها ب 229 درهم، هذه الثمن ديالها ب 229 درهم. صراحه عرفتي داك الرباط سنتر البنات عرفتي هكا عامر وفيه لي سولد واعرين زوينين بزاف، وصراحه شي الخروج كيبغي الفلوس ما كنبش عليكم، الخروج كيبغي الفلوس. وهذه قلت لكم الطخوز ديال اسعد. مشيت الكيابي انا يا خديت غير من الكيابي، خديت لهم هذا السريويل هذا هكا في النوار السيري حتى هو تيجيو الجويبات ديالو تيجيو طايحين شي شويه من اللور، ماشي طايبات، ماشي زعما طايبات ولا شي حاجه، ولكن كيجيو الجويبات شويه طايحين. هادو ب 175 درهم باش خديتهم. كيف ما قلت لكم كل حاجه راه طبيعه الحال منها جوج. وهاد التريكو هذا حتى هو ب 175 درهم. كنت قلت لكم في واحد الفيديو قلت لكم انايا الحوايج ديال دو باغايومان اوركسترا كيابي ال سي واي كيكي، ماشي غادي نقول لكم انا الحوايج ديالهم جو طابل، ولكن كاينين الحوايج اللي كيصدقوا وكاينين اللي ما كيصدقوش نهائيا، كاين اللي ما كيصدقوش كاع في خطره. وخديت لهم هذا جاي فيه الدراغون هنايا، هانتوما زعما راه مخرج العافيه من فمه. هذا ب 130 درهم. صافي صراحه هذا الشيء اللي خديت ليهم، قلت كل مره ما يمكنش غادي ناخذ كلشي في دقه واحده. كتعرفوا البنات راه تبارك الله جويجات راه صعيب الحال، سيرتو ما كاينه خدمه ما كاينه حتى شي حاجه، يعني الامور مأزله بزاف وبزاف وبزاف. الله يرفع علينا هذا الوباء هذا. قلت كل مره ناخذ لهم حويجات، كل مره ناخذ لهم حويجات. مهم باش ناخذ كيف ما قلت لكم كلشي في دقه واحده ما يمكنش، حيت بغيت هادي وبغيت هادي وبغيت هادي وبغيت هادي وبغيت هادي، وهما عاوتاني لبس هادي وحيداني. اللهم قلت كل مره ناخذ لهم حاجه وصافي. جودي خديت ليها هاد الطويقيه، هادي ديجا درتها ليها عرفتي في النص خيخنا من الداخل عرفتي زوينه. هادي خديتها ليها من ال سي واي كيكي، خديتها لها ب 69 درهم عرفتي، واعره 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 بزاف توب هي زوين. ايوا صافي هادشي اللي كاين البنات. المهم انا قلت نشارك معكم كلشي. بالنسبه ليكول راني ديجا قلت لكم على شنو ليكول وهذا لي فري ديال ليكول وكلشي. المهم ما بين اسعد وامجد، ما بين اسعد وامجد بجوج بهم 5200 درهم لاسيغونس الشهر، ديك الانشطه التربويه، دوك لي بابي اللي خاصهم ياخذوا. حيت علاش لي بابي طلبوا لهم بزاف ديال لي بابي هذا العام هذا؟ علاش؟ حيت المطابع ما كاينينش، كيخدموا غير بالفوتوكوبيات، يعني المطابع ديال لا غروند في هاد ليكول هادي ما كاينينش نهائيا. كيف ما قلت لكم كيخدموا غير بالفوتوكوبيات. دونك هنايا ما بقى لي غير نقول لكم السلام عليكم، ما تنساونيش من لايكات ديالكم ومن التشجيعات ديالكم، وان شاء الله باش تكبر هاد القناه هادي اللي غادي نكونوا فيها ان شاء الله عائله وحده. ما تخبخلوش علينا باللايكات والاشتراكات ديالكم، كنحماقوا عليكم كاملين. يلا مع السلامة، حتى نتلاقاو في فيديو جديد إن شاء الله.